تجربة الأهلي قد تساعد في هذا الأمر اللي أنا بحييها جدا. يعني النظام اللي محطوط علشان إن الأهلي إزاي جمهوره ياخد التذاكر بعدالة وارتياحية ودون تكدس ودون إن احنا نشوف نظام الخيار والفقوس قضى على السوق السوداء. اللي بياخد تذكرته بياخدها باحترام وبيخش باحترام، وده هيقلل الاحتكاك مع الامن، لان مش هيبقى فيه تجمهر وانت بتشتري التذاكر او تجمهر على باب الاستاد يوميها عشان تشتري التذاكر. اذا تجربه الاهلي لو تم تعميمها وهي سهله، لان بقى فيها نو هاو، بقى فيها سوفت وير، تشتري السوفت وير ده وتشتغل عليه. لو تم هذا في كل الانديه وفي الاتحاد، مساله عوده الجماهير هتبقى اسهل كتير.